وامنت في زاويه. بالتالي يمكن اقول بانه هذه هي كل الامور المتعلقه ب لوجيستيك هذا المباراه. اذا مباراة بطبيعة الحال كان هناك مخططات مندوبة المباراة وكذلك برحنا على مستوى التنسيق الإعلامي. تعود الآن مرة أخرى زكريا حدراف. يمكن أقول بأنه سنتابع الآن ركنية لفريق الوداد البيضاوي. كرة عالية تدخل أنس الزنيتي ولكن الحكم كيقول ضربة خطأ أكيد بينهم وسط الميدان. نتابع الآن ويليام جيبور خطيرة جدا خطيرة جدا. نصر شو غادي يعمل نصر شو غادي يعمل ولكن تأخر كثير ما كانتش تمريره جيده ولكن رغم ذلك كيبقى خطر الفريق الوداد البيضاوي. يمكن شنو يعمل الان كيرفع كره خطيره ما كانش هناك تبع الان الحافظي هجمه مضاده. سوليان عبد السعود يعمل الان يسدد ولكن ضعيفه ضعيفه كانت رده فعل قويه من فريق امين تيغزاوي. شنو غادي يعمل الان امين تيغزاوي لاعب سريع وكيجي اختراق ولكن كاين تراجع كل لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. كترفع كره خطيره ولكن كان انس يبحث عن السند في الخط الامامي. باي خطيره جدا خطيره ولكن تسلل 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 الحافظي تسلل الحافظيه. الحكم كان رافع رايه. كان فريق الرجاء البيضاوي التي تتابع اداء المواجهه دائما طبيب الفريق دكتور العرسي. سنتابع هذه المحاوله هذه من ابرز المحاولات اكيد بانه لعنة الجانب البدني سواء المعدة البدنية التونسي لفريق الوداد البيضاوي. خطيرة هذه المحاولة خطيرة هذه المحاولة الان ونجم خطيرة والعارضة اوي 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 محاولة كانت خطيرة والقائمة العلوية رد عن الرجاء البيضاوي. كان واضح بانه قلت بانه ضربة ثابتة يمكن ان تغير من النتيجة. نتابع الان هذه الضربة الراسية نتابع الضربة الراسية ولكن في هذه المحاولة الأخيرة كان هناك خطأ سعيدي الناهري بضربة راسية كاد أن يزور شباك فريق الرجاء البيضاوي. بطبيعة الحال يمكن أقول بأن محاولة قوية واضحة لفريق الوداد البيضاوي أتيحت في حدود الدقيقة 14 معلنة بأنه يمكن أن تكون البداية قوية وبأهداف المربع العمليات. سنتابع كذلك كاين إنزال لاعبي فريق الوداد البيضاوي خطيرة حاول تيغزاوي أن يغير من النهج مدافعيه. إذا نتابع عبد الرحيم شاكر واللي كان وراء الإبعاد في هذه المحاولة الأخيرة. سيكون بالفعل ناير شداد ولكن سد القوة ولكن أنس الزنيتي كان في المكان المناسب. بطبيعة الحال ما غاديش يخدم كتيبة الرجاء أمين تيغزاوي الآن. أمين تيغزاوي شنو غادي يعمل الآن؟ كيبحث أمين تيغزاوي. أمين ينتظر المساعدة ولكن ما كانش هناك تفاعل جيد مع لاعبي فريق الوداد. ناير شداد يسدد يمكن نقول بانه حتى الناعيري هي واضحه. اعتقد ما كانش هناك خطا ما كانش انا ما ظهرش لي ما كانش هناك خطا. نتابعوا الان الناعيري من خلال هذا التسديده يمكن نقول بانه الناعيري اعتقد يلبي بالحرف متطلبات المدرب فوزي. مسألة أخيرة غير مقبولة بطبيعة الحال. تعود الآن هجمة زكريا حدرف محسن يجرى راحيدي كاين هناك زيادة عددية الحافظي يسدد زكريا حدرف. سينهي الجولة الأولى الحكم السيد رضوان جيد. سنتابع كرة عالية أنس الزنيتي بكل جريبة. تعود الآن أمين تيغزاوي سدد وتمر جانبا وبالتالي بعد لحظات وبعد تنفيذ ضربة الجولة الأولى وسيرسل اللاعبين لمستودع الملابس بطبيعة الحال وبالتالي الفرصة للمدربين وبالتالي لا غالب ولا مغلوب خلال هذه الجولة الأولى من أندية الميدان. سنتابع الآن ركنية لفريق الرجاء البيضاوي. كرة عالية تدخل كان جيد لمحمد ونجم شنو غادي يعمل الان كيرفع كرة تعود الان لامين تيغزاوي تاخذ الان لفريق الوداد البيضاوي. هذه الهجمة لزكريا حدراف هل ينطلق زكريا حدراف يهيئ يقع في المحظور. ضربة جزاء ضربة جزاء وكأن بمحسن يزور كان يتحين الفرصة وشاهدت بأم عيني كيف الدويك قبل عرضية الميدان لأنه كان هذا هو السيناريو الذي يبحث عليه وكان هذا هو الحظ الذي ينتظره فريق الرجاء. هل يكفر عن خطأه؟ هل
خطأه تاكنا وتيالي يكفر عن خطأه. وعبد الرحيم شكير يجيد التسديد. عبد الرحيم ويضيع. عادت البسمة لجماهير الوداد بعد أن ضاعت وبعد أن كانت الرجاء. ونجم يهيئ كرة لسعيدي, يهيئ كرة لسعيدي, كيرفع الكرة متوسط الدفاع. ومرة أخرى يعود إسماعيل الحداد ليسجل هذه المحاولة وينتصر بشكل شخصي له. شاهد الحداد ولحظة الفرحة, لحظة